وانت تذكر الاحصائيات نقول ايجالو يلعب مع الهلال 43 مباراه، كم تتخيل مسجل؟ 39 هدف، رقم كبير وقياسي. اليوم تتحدث عن كاريلو، هل تعلم بانه يعني افضل لاعب اجنبي صنع اهداف في تاريخ الهلال كله؟ اليوم تتحدث عن اللون والشكل اللي فرضه ميشيل. ميشيل هذا زي ما قلت تحت الهواء، الله يعين الظهير اللي عنده، كان الله في عونه، يعني لاعب مو طبيعي. الحاجة الثالثة اللي بتغزل فيها، شفت محمد القحطاني هذا اللاعب الشاب اللي سجل الجول الرابع؟ شفت كيف احتفالية لاعبين الهلال وكأنهم مسجلين هدف قاتل في الوقت بدل الضايع؟ هذه روح الهلال، هذا سر الهلال، هذا سبب عودة الهلال سريعا. لما يوجد عندك جوكر إداري فني مالي حقيقي زي فهد مفرج، توقع هذا الشكل للهلال وهذا الحضور للهلال. بصراحة يعني أقول للهلال، يعني اللي يطلع في برنامج زي ماجد التويجي ولا أبو حنين ولا وائل ولا عبد الله العظيم يقدم، لما بيقدم لك تتعبه. لما الحين الواحد حتى وهو وده انه يختصر، ما شاء الله مطر، ما شاء الله تبارك الله، خير وبركه ان شاء الله، خير وبركه مع الهلال يجي الخير داعي ما شاء الله تبارك الله. فانا اقول انه ترى انا متاكد ابو حنين ولا وائل ولا انت وانت بتحضر للهلال تتعب. صحيح. بقول ذا العباره، لا بقول ذا العباره، هذا لازم اشير له لانه هذا الهلال فقط.